بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب وقل أفرتني كوبات كم بذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. إمام كوب باب استي نووي باب استحباب الإبراد إن لا سنة ياما لتشعلي هاي قبوشين تلا قبوشيو بالظهر صلاة الظهر دب إن لا يردو ولا قبوشيو في شدة الحر كليل درن مركوتشرو وحان الله سنة يا أرنتا أيضا إن دب دقو صلاة الظهر لمن يمضي إلى جماعة ننكي جماعة هذا هي أنتو قرقي سكسو تقو مسجد أولو غينا يا كدمنا لغبقين وكويل كاردبو ويناله أقار هايو تابني الحر كليل في طريقي سي سعود كي سوسي سعود مسجد كا باب كامرك وحكوصة ليسي هاي سيدة الشافعي ذو قبار باب هذا معنى كوي من سيد ظاهر أقوي من نص كالنبي محمد ماه عليه الصلاة والسلام لكن الشافعي ذا سيدة قبا والرأي يقو إليه رأي لهايين إمام الشافعي أمكي مالا بضان بوكو شرحي أيو إمام كو ترجمة ذكرت لغي النووي لكن حديث مسلم هي غير كيما معناها كما عدو لكن ولغا فهمي كراه بالاستنباط وإنو قاري دونا مركا وحكو جراه استحباب شيخ كعب بروس النماء قرحو مركا يدران تايات كلو الشهاي إن صلاة دور دب لو يردقوه ولا يرها قبوتشيو وحلو بدن يعني سنة هاي وإذا دنا وحيدنا سنة ما هو رخصة رخصة ده أنك دونا قادنا يا أنك دونا ما قادنا نما وحيدة هذين ما هو واجب بعض أهل العلم كنت جاي قرحنا مركز يقولوا شوي زائد هاي دور كإن لقبه وشيو وواجب الإمام الكرماني أسوء إجماع وسوء قريبا إن سنتهم وجوب وحقب أوسنجرين حافن حجر يقسطلاني ابن صنعان وحيدا وغفلة غفلة وهي خلاف واجرة إجمعنا مجرة أضوك مذاهب تاسا كجرة مذهب كجمهور تمرك النووي وبابا يستو باب استحباب الإبراد بالظهر الساس وكوضا مسلم وحوري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث يعني ابن سعد ها وحدثنا محمد بن رمح ان المهاجره تجيب المصري اخبرنا الليث مركه قتيبيه بن رمح ايا اسم تابعين ايا في الروايه عن الليث عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب المخزومي وابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ابو هريره وحوري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحوري اذا اشتد الحر كليل كادو درادو وقرحد آدو كلاتو فأبردو الصلاة صلاة قبوشية دبو يردقا فإن شدة الحر كليل كدرني من فيح جهنم وجهنم هم رهيذي يا كليل كيذي يؤمي كيذي حديث البخاري بلو ذاك مسلم الحر عند العرب وكليل كيهم رهي يؤمي هري يهبين بالشره مالين يدرار جوني كماها كليل كهبين كجرا حر ولا يدا مذكر مالين كنا حر ولا يدا لكن كليل ك هدي الصموم لا يدا مالين بوجونو كيه أما الحر ومعنا عام وهبين يا مالين بود حية وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي بكودا أن ابن شهاب الزهري أخبره مركا وهم متابعين يا انك امرك يونس ليث بن سعد عن الزهري اخبره ابن شهاب او الرم يونس قال وحول مرك ابن شهاب اخبرني ابو سلمه وسعيد بن المسيب انهما لبدا وداد تابع ابو سلمه وسعيد سمع ابا هريره تنبغل ان يقول اسقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وحوش بمثله حديث كذا ان صوم الركله سواء بسواء لفظا ومعنى
asagoo lafdi iyo macnaba isku mid ah ninka marka sheegayna waa yunus وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد العامري وأحمد بن عيسى المصري قال عمرو وحجري مركنا حديث إسرائيلنا وحا كجر فقياتك يا خلاف علوسك مسألة كجر المامين قال عمرو بن حجري أصوغ عمرو بن سواد العامري وحجري أخبرنا وقال الآخران لبدا وذاذي كلها دي هارون إيوه أحمد وحيد هدين حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث وياد عمرو بن حارث أن بكير بن عبد الله الأشج حدثه بكير باو الرمي حديثك أتبي عمرو محوقت بيي عن بصر بن سعيد المدني وسلمان الأغر الجهني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كلا يوحي إذا كان اليوم مالك هدو يهي هدو أدير لها كان هذا أدير جتن واتام دوي إذا وجد يكدر جنتاي إذا كان اليوم الحار مالك كل هدو هذا مالك أي كل شهي فأبردوا بالصلاة صلاة قبوتية فإن شدة الحر كل الكدارين وحكي ما دا وأصل كيس بكسو كيدا من فيح جهنم هم رهذا من تمرك والج لبيان الجنس لا للتبعيد لا للتبعيد عند أهل العلم قال عمرو وحور عمرو بن حارث المصري بهذا الشيخ عليه حديث كتبنا يهران وكتبنا بكير وحدثني وحكله ايتبي حديثك ابو يونس واسمه سليم بن جبير الدوسي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك ابردوا عن الصلاه صلاه وحونك يا رقبوتي دبو دغا فان شده الحر من فيح جهنم قال عمرو مر صدح عمرو بن حارث وحور المصري الشيخ صدح ابو شيغيا وحدثني ابن شهاب بحديث كي تبيه وكله عن ابن المسيب يقتبيه وابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك فذكر وحور شيغوي بنحو ذلك كاس وكله وحور حديث كي هوري اي بكير اما ابو يونس حديث ودو اي شيغان وي سعيد يو ابن شهاب عفوا وحاربا نكلا إيه إلى هذا ابن شهاب إيوه ابن شهاب عن ابن المصيب عن أبي سلمة إلا طريق وربع يجي آهاي يعني وعن بكير كآهاي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد العزيز كانوا يا عبد العزيز بن الرواد بل الله في الرجل شرحها هي أما الرجاش وقبني عائل على ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن يعقوب الجهني الحرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري صبره إن هذا الحر كليل كان ظهر كإن قبني الدرا من فيح جهنم هم رهيضوا كهذه كليل كذا فأبردوا بالصلاة صلاة قبوتي يدبوا يردقا حدثنا ابن رافع محمد رافع القشيري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر عن همام إنه المنبه اليماني الصنعاني قال همام وحولي هذا ما حدثنا أبو هريرة كان هو أحاديث نوتبي أبو هريرة نوتبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وحوش شيئي ذاكرك أبو هريرة لغدي كرا وحاسن لو بدأ يبن وهب لغدي وهب منبه فذكر وهب من أبو حوش أحاديث بوشيغا منها وكمدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ظاهر الرواية ذاك نك الشيغية وأبو هريرة يا الشيغية لأن من ربه ما أرنكره وهب ما أرنكره قال رسول الله همام ما أرنكره سوين من ربه ماها طيب فذكر أحاديث الشيغية أبو هريرة منها وحاكمتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحيري أبردوا عن الحر في الصلاة أبردوا في الصلاة صلاة دبو دقو قبوشية عن الحر أي عن شدة الحر كويل كمركو الدرين يا هاي فإن شدة الحر من فيح جهنم وحدثني حديث كمركا وارد ما ينام فيلا يا أبو هريرة سو اللي انت أصغى أنه كده حجر حديث كان أبو هريرة
حديثك أقوى عن سنة مسألة كوي مد بابك كوي مد وهي مركا صلوا أركتان هذه شافعية وحيقوني كقديجين نينكي جماعة هذه قري سكال وين يوم مسجد كدروكسن أما هودا وهذه جنبلو يهوس وسيق هذا وسيهر صلاة الله هاي نوردن أي الله سنة يا بنهوش أي هذا إبرات كتات كاسو خصية دات كاسين كوجوني يالين شافعية بعض أهل العلم حيلي وحاكل وشرط قرحة هذا كلاتي بلد كله في تركيز وبلد كله وينو يهاي جارس وكلي محاكل هذاي صوماليا بدن كيدبا ما لها لمتك وينو يهاي بلد كبلد كله وينو يهاي لكن ما الإسكاب قبوا قرحة ديرها كلاته بلد كنا سلام بوسن كلي سلاد اللي قبوتشين مهاي أول الوقت وقته هو الرانسة اللي قدتو كان ينام بايد ولو حيدا يمي حتى بلد قدو كل يهي جماعنا قد كنتو كان يسو وحا شرط أن مسجد كونو كافق يهي مسجد كونو كافق يهي عبر اللغين قد كن رفادي أيا اللو باهن يهي هذا ومرك هذه مسجد كودو يهي أما قنبلو لا ترستي يمال هر أول أتسيد حقاد أولي يهي أما الضلط بعد هلي كرتو أما ميل بعد وذا شوكتان وحلو غيره يوسن شرين لمسون الصلاة دي إن ديب اللورد جاي هالكاسين جاي لا هذه شاف عيد ومرك أيه قيد كأي قيدين كما إيمان الحديث ك لكن مسألة أصولية جرتا وأي عسكنا إياه إن بدنا وين صوت الماني مركان الجامع والترمذي مري إني موطأ مالك يم لا بدنا مري وانو الماني حتى عمدها مركن مرة إني وينو تلماني أصوليون تم مسألة إسكو خلافين باشرة سيد اللو بدان يهينا إني بنان تهيئة هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه بالله يده هذا ما بنان تهي إن نسك لقلبه إلا إيا معنى خصيصته قوني كدكتا حكم كحديثك نسك مثلا حكم بشيغية حكم كمرك كور لغفير يا ظاهران وحكم بلارنا عام ومضرن بوئي الله نسك قد يسا انتين قران سنو انهوس اقال له مكالسو بحك الرعيل له كين يسا ان معانه بلارنا اما حكم كبلارنا يا عام كهال وقون يولو ومضى قيبة كمدا هل يجوز ان يستنبط من الناس معنا اي علة يخصصه صحيح المراقي السعود نمركم ماشي المرأي وكيد هذا وقد تخصصه وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخريمه علاده أصل كذا إني عممتها لغاية بأما أي خصيصته لكن مبرون كرت أصلك ومسألة الإسكو إجماعي بوتلمام يمد أدام بي لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يبطله معنى يخصصه معنى يبطله وكل دوانيه معنى يبطل وباطل بالإجماع لكن معنى يخصصه ويبنانتاي على رأي جمهور الأصوليين محن كوضنا شافعية أحاديثي كتمت قرح ومرك آدي آدو كل الشهاي ويدرانتاي مسلمين صلاة الظهر ديبو يردقو قبوتشية معنى كلبحين معنى زمحوية معنى وحوية وحيليهن الحديث على أصله حديثك أصل كسيبه أنك حنبارينا نبيه عليه الصلاة والسلام مركو السيدة لها قرحوا هذي الدرانتو يأذو كل شهي الظهر كديب أوليغا معنى كجر محوية هاي مسجد كمركا لقاء آذام مسلمين تريم مدينة يريم مكية مسلمين تحيل لقاء جماعة ميل فوق بيكسو آذي دلدنا ميسن هايسنين قنبلو ليهولا يسود حقاضان وقرح لك حجيانا وقرح لك إلا مؤسن شرين هذا حديث كوحوخ سيا وقونو كويا هاي نينك قوري يسكب حيا مسجد كفو آذية أما هدوطنا هكودا وادي قرحضنا عيدي بايسو وحو قرح يسكح حجي إيا هر إيا هوسنا من دان هلين ضد كاسي خسيسا هل يجوز أن يستنبط من النص معنا يخصصه وإلى فهنتين بانو ملايني معناها سيمرك أيو كودا هذا قرح السيدون هاو كلاتي هدينا نقول مسجد كوضا فردينو
dib loo dhigi mahay dhe waa wada joognaaba quruxu sidoo naha u kulaatee hadaa masjid baa u lugayn inaad gurigaada ku tukana dib loo dhigi mahayba wa marka quruxda ay kuulu shahay jamaacana aad aadaysiin masjid had iyo hoosna minnaadan heli karin un baa dib loo dhigaya inaad faanteen baan u malaynaya shaaficida ra'yigoodu wuu fiican yahay laakiin laba dayil baa lagu dumiyaa oo lagu weeraraa mid waxaanu ku soo maray fii jaamici tirmidi xadiidu abi dhar iyo gayrkii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo safar ah oo saxaabadii isagoo ay wada degan yihiin ayaa salaad duhur bilaal damcayn uu aadaamo ama u aqimo nabigu dib u dheg buuri abrid qabooji waa la qabooji markay dabayluhu dhabtee oo duhurkii qaboobay ayuu nabigu tukaday calayhi salaatu wasalaam asagii saxaabadiisii oo jamaaca ku tukadee wadaadaha marka waxay leeyihiin ka soo horjeeda shaaficiyada xadiidkan meel geeya nebi maxamed iyo saxaabadiisu meel bay wada deganaayeen geeday wada hadhsan hayeen meel fog ay aadahayeen iyo masjid ay u lugeynhayeen ma jirin kulaylka jira dartii ayagoo wada fadhiyoon meel la kala jirin bay salaadii qaboojiyeen oo dib u dhigeen haddaba macnahan aada sheegaysaan shaaficiyood leedihin waxaa shardi ah in lasii lugeynayo meeshuna ay kaa fogta ama ha ku dhowaato uusan hoos jirin oo jamaacadu mujtamiciin aysan ahayn shardigaasi waa macnahaasi waxaa la yidhaahdaa xadiidkaa dumiyey weli nimankan burmaa jira kirmaaniya niman shaaficiya weli waxay leeyihiin waxaa dhici karta saxaabadu markay meel wada degaan oo safar iyo duulaan la yahay geed weyn oo wada deeq lama heli jirin nin walba geed buu hadh ka raadin jiray qayb xagga tagta qayb xagga tagta qayb xagga tagta geed lugtoola nin hoos ka daya geedaha waaweyn ee roona nabiga iyo ragga waaweyn baa looga tegi jiray lagu xurmayn jiray saxaabada mutafariqiin bay ahaayeen nin walba hadhkiisa in laga soo kacsho oo meeshii nabigu joogay laysku wada yimaado dhib baa ku jiro waxay la macno ahayd adoo masjid fog aadaya warka shaaficiwood faanteen baan u malayn taasay ku dagaalamayaan daliilkii koowaad ee naqligaasaasi kaga jawaabeen daliilka labaad ee macnawiga ah ayaa culays ku haya qaacida la timaadee mid lamida naga dhagaystaa la yidhi yajuuzu an yustanbata min annasi macnan yukhasisuhu qaacida labaad baa jirta oo ka soo horjeeda oo maxay tahay maa ubiixa lilxaajati alcaama lam yuctabar fiihi xaqiiqat lxaaja la yidhahdaa maa ubiixa lilxaajati alcaama lam yuctabar fiihi xaqiiqat lxaaja waa asal diiniyad oo qaacida fiqiyo la yaqaano wey usuul masaa'il badan baana ku dhisan waa nimanka naga soo horjeedaa kee waa runtu qaacida way jirtaa waxay leeyihiin shayga loo banneeyey ama loo jideeyey dan guud oo jirta iyo dhibaato guud oo jirta lama eegayo dhibaatadii guud ee shaygan loo banneeyey hebel ma haysataa ama ku xiblo dhibaatadii ma lagu arkay maa ubiixa lilxaajati alcaama xaajati alcaama waxay qayd ka tahay ixtiraas lilxaajati alkhaasa maa ubiixa lilxaajati alkhaasa yuctabar fiihi xaqiiqatu lxaaja laakiin taan ku hadlayna waxaa weeye maa ubiixa lilxaajati alcaama lam yuctabar fiihi xaqiiqatu alxaaja misaaluhu safarka salaada loo gaabshaa soonka loo afuraa salaadaha loo jamciyaa waa taqaanaa sababkii iyo xaajadii marka hore loo jideeyey safarku inuu salaada gaabsho oo uu jamciyo oo soonka lagu afurana waxay ahayd mashaqo iyo dhibaato jirta darteed baa la fiirinayay ninka boqorkee diyaaradiisa iskaga safrahaya ee dal xiisaya tamashlaynaya isagoon xaajiya mashaqay dhibbahayn buu salaadihii gaabinaya oo soonka afuri karaa maxaa yeelay safarka in salaada loo gaabsho ama loo jamciyo soona loo afuro waxaa loo jideeyey lixaajatin caama oo safar si guud waxaa lagu yaqaanaa mashaqo
مشقد الروح اللي جه لي يروح عن لجه لين با اعتبار ملها ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة معناه صلى جوا ذا إن أي فانتين بن أم لي نبي وحور عليه الصلاة والسلام مدكين قول أولي هضو أبا هذا ولالك إنو دربك كقب صدقيدي وحصارته وصدح دربي بس أوريتشته دربي كرنا وكذا كدك توكو قبصدي وما دي ذكره وحلو جدي يقولوا يد ولا الكه ضو الضمعين ونعك وقبصدي وما دي ذكرت حاجية باهي با كان تي طبعا هلي كرين أفر دربي إني وريجيا أنا جو هلي كرا أفر دربي سك دا ينام بيانو يندستو هذا أنا كده وانا كده كسنا إيه ما دي ذكرت أم باهي با إيه هينين لماذا ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة واتفانتين بانو مليني وحيلي المركة صلاة ظهر يا صلاة هاللمتك إن دي بلورد لغو وحلو جدي لحاجة عامة مشقة يكولي الباشرة عليس باشرة نينك مركة ومشقة هاي ستئيو وددير لغوين هاي مسجد في آغاي آذية ينينك إسكفر دي مال المشاق ده هنم بكل والوج دي وكذلك الجمع للمطر وهذا كورو نيجا بحثك صوم الرأي مساجد ذاك كنت كان يصلاة ينا جمعيا لقري لكن هو إسكبت دقن هوتيل كيغا وعشد إيسا رانتو الدرموس كيسا ربون كيغا في تسها هيا مخرب كي عشين ما جمع سنك روب جري درتي روب جري درتي ما يسفهن قاعدة كه صبحيسا ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة خوب كإن صلاة الله جمعية محلو كذي يي باهي باجرت أمد إن بدن باهي باجرت أذيك باهي ذو أي سكينين محلمت هاي كي باهي ذو هاي سي لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة قولي أنا أسكتشو عن مقلها يا الصلاة في الرحال بلال ولا لقيت جمعي مخربي عشاء أنا واسكو درسنا هيا درموس بان سترك دكان هرانك جمع سنية أم حجر وذا وما ذا بلال قل وين يو ديقي روبس يقاضي الروب محله ما وبيحة للحاجة العامة لم يعتبر في حقيقة الحاجة إن الفهنتين بن أم لين سيد اللوسن ساري شافعي سنسار ذا كل عدوارك ده طيب ومنه السلم مسائل فربضاً أي مشا إمانية بيع السلم في قيادة قصوى مرتين وحي اللوجي ده أسر كيسو حيا هاي باهي ومع ذلك إنما باهي وقامين بسلم كوب بنايا هاي ويف ربضاً طاي هل كاسوا الله كاكيني قاعد الله بات وطن لميد هاد دكور نبدا إذن شيئي الحكمة لا تراعى في الأفراد إنما تراعى في الجنس الحكمة إنما تراعى في الجنس لا في الأفراد حكمة إن لو قرع المربع يقولون إن صلاة ديب لو دقوا اللقب وجي وحكمة قود ننك لقاها لي باهي ضاين ننك لقاها لي بواسك حقو شافعي معنها النباس إن ساركوا أو شواهدي سعركب بضان تهاي مركز صحة وصوابك وحوي إن لو دايو إطلاق النبي قال لغو توقو سألو دايا صح إن الفانتين بنو ملينيا إنتا سهد إيقا خصيصة إن الحديث كدو الأستاذ ويحكى له وأرسك قتقايا وحدثني عمر بن السوات وحرملة بن يحيى واللفظ اللي حرملة لفظ قن حرملة إسكالي أخبرنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني يونس من يزيد الأيع من شاب الزهري قال حدثني أبو سلمة ما أخد يم الدارقة الذين شيء يمركوا على شرحها يا أما لف فاهين أيه فهما وضبق له وبارتان سمية وقت إنك فائدة استا حبان كبودي حديث كبذر بان كبودي أوشى وقتك بحية طلبة العلم الرسمي النقض وفهم مركي وعلى الشيغانة وحد بقل وتحقيقية كتابك المسلم كتاب قادان ودمال لكتان يسيد انكوه رينين هبين دمنا طوق قادان حرمرودي كتابة حرمرودي متقانا حرمرودي
كتابك مركو جانس هي أو فريسان دنتي زو إسكا قبسان هذا مو كسور نقدنا بوركو كذا وانا بيمشي مرة بكسي ود محاكو دافعي حقيقة وحمر هول طالما إسكا اللي حجيدش جانس أقالي ومن أدون كلاجهلين بتقوها يستان دل كان هذا جوكتان خاص نمغاي نيروبي ثورة علمية كجرت وقت باكجر فرص باكجر كفايدشت لكن وحال اللي يدي روح مركو نعمها يسته ما تدري يا مو مركو تشركو كوجها يا نو حد مدد ولا مدد كردم با ينو تشركو كوجها يد موديس مركات كتك تنوري وطوب كم مغناطو يد أغاني سباهي ذا يوناقي إن عملت هي ستي حرت كله شو كترجع الله نقاش هي سين مذاكرة دي وقت جي مكاتب تي هولها صرنا ونعمين أدونك كوي يروي لكن إنك قرنا يا قرنا وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر بكوة إمامكم حدثنا شعبة عبد العزيز كنكو أمير شكتين عبد العزيز من محمد الداراوردي عفوا عبد العزيز بن سيمة وعبد العزيز محمد الداراوردي عن العلا عفوا خير إن شاء الله حدثنا شعبة الحجاج قال وحولي إمامكم سمعت مهاجرا أبا الحسن مهاجر هذا ومقع وصف معها ومقع وذاتك مقع يسوي أبا الحسن التيمي يحدث زوج كتبني حديث كان مغذان شعباء هاي أنه سمع يحدث زوج الشيقي أنه سمع زيد بن وهب الجهني بن مقلي يحدث عن أبي ذر زيد بن وهب الجهني ومن كبار التابعين بل هو مخضرم ثقة جليل عالم نصيب در انتو إسلامي أيو سولو أيو مدينة سؤالي سو النبي أولا كلمو إنه سوق نرسدان والنبي أولا كلمو ما نكون نبي قريضي في مدينة سوغالي نبي قول الله أفسدي أيو يمد مركة تابعي كبيرة لغتر يا صحابي ما أهم يحدث عن أبي ذر جندب قال أوحر جندب أذن مؤذن رسول الله رسول الله مؤذن كيسبة آدم وانا بلال رواية الترمذي بين قصة مرأي بخاري نوابا كان أيضا عد أذن مؤذن رسول الله رسول الله أذن بالظهر مؤذن كرسول الله أذن بالظهر ظهر كبو آدم فقال النبي نبي وحولي أبرد أبرد قبوش قبوش دبودك أو قال وحولي انتظر انتظر كرؤ سوقها أقيم أما آذانك بدبودك ماشي أمرك هدي آذانك نبي ودبودك هاي أذن مؤذن رسول الله أرادتك عبير وإنك صوم الرأي فعل كالله إطلاقا أسوق اللوجود إرادته وحوض معي أنه آدم بلال نبي أمرك وحولي كادها آذامني لأن الصحابة حيداقن أولها إن هدي آذانك أي مقران كل قد بها الكاس السودو بنشرين قرح بينا كسو بابا أيا نرك السوق أو قال وحوري انتظر انتظر كرؤ كرؤ سوق ها آذامني وقال وحونا صوبانو يلو كل إلا يهوشاس حكم كواء الإبراد علاضونا فإن شدة الحر كرلك الدراني من فيح جهنم جهنم هم رهد كي مادا يكثر سنيا هاي أما كسوتشي دابا فإذا اشتد الحر حكم مسكعد ويهضوب الدراضة وكويلك وزايد نغضو فأبردوا عن الصلاة فأبردوا قبوتشية عن الصلاة أي بالصلاة أنت بمعنى الباب يكدق أنت عليه اسم الله قال أبو ذر وحولي حتى رأينا في التلول يعني دبا ندق الشري وبلالبا دبا ندق الشري حتى رأينا إلى أنه أرقني في التلول برمبرعودكي هوسكيسي التلول وجمع تلين التلول جمع تلين تلقنا وكذنبورتا هي عرتورك هي برمبرعودك يرى أمامرك رقح أرهان نقضى أم عيد أرهان نقضى وكوكاسا أي تلول شلي هذا مركة معنى لو حاوي آد بالنبي قد يبقى قد يجي ظهرك لأنه براها يرركي ضلعها يرركي برمبرعودك اللي يرى هذا وحرار دير معها انت بظن ساو مي بن ويرفض سنتاي خوس كذا مر هضوم موقده معناه دو حوي قرح دي باقا وطوي كل دواتي عصر اكتي معناه ساسوي معاه الله قوض في ونوى خوس كنسك الدنب خوس قلبت وي اما الظل كنسك وري كنسك الدنب وقون نقضة اما الفي حقون كوية هاي خوس قلبت نسك الدنب وقون كوية وحدثني عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لحرملة حدثنا أخبرنا من وهب أخبرني يونس يعني بن يزيد الأيلي عن شاب الزوري قال حدثنا أبو سلم بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول أسقوا لي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها نبي وحيري اشتكت النار نارتي جهنم وأندعوتي واشتكوتي إلى ربها قال لها أبو غري خالق رب العالمين ويدعوتي اشتكت وأبو صمالي هبل هبل بو اشتكي يقولي هبل بانك اشتكوري ورمح الله اشتكون طيب صمالي هو استعماشا أصلك قولي أن يمدح جوجنا وركض بأيوك جوجي فقال وحيتي يا رب ربك يو أكل بعضي بعضا وان اسعوني أكل بعضي بعضا بركي واسعونه واسقبي فأذن لها إلهي وحوف الصحيح جهنمي النارتي بنفسين لبقفاع لبقور إنه النفسة سندك لبقى طبنك بالوضبة إنه هلمر النفسة نفس في الشتاء نفسي قرحات كأه في الشتاء عند السومائيين وقرحات عند العرب نو حلق قبوبها شتها مثل كأنه قرحات كأنه قرحته كلش هاي حوله بابان الشلال كأوتقانان مثل كاسي عرب وقبوي هاي بلاد الحجاز دول كان بركة دحيه شامبو وقبوبان شري وازدوا مرة حقاقة إنك إنه قبو أي تيح الداء هي ضبيش قبو سعوتي قرح بعد أركنين عذر كزكانا أيوة حقا يا بحيا ويا بابا هاي كليل وين كل دوننا مركو وذا ده يجوا هدي وحنا نسكت فسرها يعني في الشتاء وامع قرح هذه الشلال وأنا قبوب الله سعاد نفس في الشتاء هل مرينا نفس تحل قرحات كا أما قبوبها ونفس ينفس في الصيف حلق كليلها إنكم قبوب إنه يا هذا طيب فهو أشد ما تجدون من الحر فهو أشد ما تجدون نفس قاس أيا أشد ما تجدون واحد هلي سامتك أدرى من الحر كليلها وأشد ما تجدون من الزمهرير قبوق أدرى الزمهرير هو شدة البرد شدة البرد كويلك الضرن أي الزمهرير كالليل هذا وأشد ما تجدون من الزمهرير قبوق الضرن هذا الإنسان حكي مادة نفس في الشتاء طيب كويلك الضرن هذا الإنسان حكي من إياه نفس في السيف حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حديث كان مركا أبو هريرة طريق سكلان راع إنه صدح طريق ببكشي قدنا إمامكم وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مع ابن عيسى القزاز قال حدثنا مالك ابن عبد الله عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن الثوبان القرشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي هلك حديث من مسلم كله هاي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحين صوبنه إذا كان الحر كويل درن هدين لقاره ودركتان فأبردوا عن الصلاة أي فأبردوا بالصلاة صلاة قبوتشية فإن شدة الحر كويل كدرن من فيح جهنم جهنم هم رهدوا كإما يكيم الدائه وذكر وحوش صوبنه عليه الصلاة والسلام أن النار النار اشتكت إن أدعوت إلى ربها خالق أبو ري فأذن الله رب حوئد مي في عام في كل عام عفوا سند والباء بنفسين اللباء نفس شؤوف الصحي نفس في الشتاء ونفس في الصيف هل نفس شو حلق قبوبها يو نفس في الصيف يا نفس شو حلق كليلها وحدثنا حرملة بن يحيى تجيب المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة بن شريح قال وحور حيوة حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي إنك حديثك إنما العمال ورنجري عنك أذكر النساء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار نار وحيتني ربي ربي قيو أكل بعضي بعضا بركيبا بركل الرجوع عني فأذن لي إيفصح أتنفس أن نفسدي إن نفسد الله إيفصح وانكرك يوم رأس كسيد دوارك تندريقو مركو انتو أسيحون أكرو وضبكو وكوليو
daboolka iyo furkana lagu nabo ama furkuu tuurayaa ama meel yar buu ka neefsanayaa. Hadduu marka neefta lagu wada xidha saada furka uga qaado gacanta ku gubanaysa, humrihii ka soo baxaya keliya ayaa naar isu bedelaya. Marka way cabuursan tahay, ololkii baa iscunaya. Neefsigaa marka wuxuu u yahay dhibaato weyn oo jirtay baa yay ka nafisaysa. Ilaahay naga badbaadiya baashaas. فأذن لي أتنفس، فأذن لها بالنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد وحي قبو الدرين الدرينتان أو مسوحو الراوغ زمهرير قبو الدرين فمن نفس جهنم، جهنم النفس يدوك هذا، وما وجدتم من حر وحي كل الدرين الدرينتان أو حرور أما كل الحداء فحرور يحر أسكم بده سورة فاطر نوي كتميدة فمن نفسي جهنم نفس جهنم ولا ذل ولا الحرور سوما قرن ليس فمن نفسي جهنم جهنم النفس قدو كأهذا حديث كان مركا أبو هريرة طرق يسفر أبدا ألفاظ كلا دوان باقو تمن معاني بدن باقو تر معنى هكوبات حديث كان النبي حنوش عليه الصلاة والسلام نار في جهنم أهيد إن ربي أدعوتي قلت ربي وانا اسعوني انفصحنا نفسه الهنا انفصحي حلق كويه هنا مر نفسه قبوه هنا مر نفسه قبوه حطافك برفك امد الروغ هير ايو دير الطافك انا وان نفسي هذي حلق نفسي هذي قبوه هوي حلق مد كان كرانا واكوري له هوي معناها اساقا ايميشو كجرة او اه ان ستوس او نبعه أون مجاز يا استعار يا ملدهد منا أنا هين أي رب أولها هذا شيء الله أبر إلهي ودعوة كأقبالي واسد الصحة الجمهور أهل العلم أي قبال نارته هذا مركز يدعوون يسو ما باللسان الحال با مسوى باللسان المقال با لسكو ما نداف أبو عبد الله المازري صاحب المعلم قاضي عياض وقبلهم قبلهما ابن عبد البر في التمهيد وذات كلورنجري نووي وكتاب كسادة هيسان الإمام أتربشتي الهندي حافن حجر جمهور قرطبي صاحب المفهم جمهور المحيق إلى ذن وكلام حقيقي يود حاجود حقيقي إلهنا سبحانه وتعالى أمكي سورنا وحو أوذا مدول با إنه أود قلي أوكه الله لما شئتم علينا هين؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلهي بس سبحانه وتعالى أود يكون هذا الشيء قليلي وأنا هذا الضبء لسان الحال ما هي ولسان المقال مجازا لو حنبار ما هي القاضي البيضاوي سوى حيولي شرحي زي تحفة الأبرار في شرح المشكات وحيولي ومجاز استعارة مجاز التشبيه بالله قوضا سيسعون يسو كدب نحلق أيضا يسعون يسو مرة قوضتك اللي يقره مرة كوي اللي يقره وحد مودا إن إله أنت يدعو الله فصحين نفسته وأما جاز القاس الله مري وقد أخطأ بيضاون حولي أغلاط فربضان حتى الأشاعرة قاركو ذي كبر النقدين حتى وذات مالك من الذكرى للأشعارية وتكفيرين قاري مركب بيضاء وهكون مشغولين لأنه وأشعري جهمي جلد عرا كنت أثوري كتبت أبي عبد الله الرازي أساقا سكو أفوبي إلى واقدا بوقا بي رأيي جاحظ وأو يلي يهودي النصارى دي قال ذاك لأنك انتو اجتهاد ديما انتو بارو 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 وحبو عدان وايا كدبنا قال لما يسكاقات كيسته يا إنه ربك كفر يا الرسول كيسوكو في دين النبي محمد يا إسلام لماذا آخر العذاب ما يبقى مركاوشاس بيضا وهاكم مشقوينا وحونا مركا خلاف قاعدة مهم جدا لا بقى قاعدة آي دين الآن وحسوسي مركا يقول لحاجون هي قاعدة الشيخين
نوان كان كل لحاج وذي إنه ما يربى سحن وردي سحن وذات كمالك جاي حاشة كلها شرح من بطال أي آذ وردي حوجي لي الشكوى أصل كوحاشكته شكوى هبل باشكته هبل كشكتي معناه ذو حا أصل كتهاي قف هالله يو إله قدر السيب أصل كتهاي كون حنباري ما ينو لسان الحال مد اللبات شكوى دي بقى الله فسري هدي شو شكتي لقد دين لها وفرز كي عن طرق أنا مكدق لهين وحاوي والله سي فسر الشكوى دي ولو علم الكلام لكان مكلمي دي ما أدان دي لهين وحاوي والله فسري اشتكت إلى ربي وحين عصته فقال يا ربي أكل بعضي بعضا إيفا سعينا الله بقور نفسه وشكوى دي بالله سيفا سير وحكا درن بوري هدنا والعلي علو النبي سمحوري كويلك الأركي سامبا جهنم النفسي يدوي نفسي غانا وحي بالله دي واقي إلهي ادعواتي الله فصحا إني نفسته إلا دان على حقيقة لقيم بوري مدينة قطمانينا وحكوس يدري دعوة يشتكده ولقى أقبله وانا لقى يالي هذا نوع مجاز كهدي ذي نفسي كبو حلو جابي لبقر كلية هدوم مجاز كل هذي كربو ترابو دباش مجاز كل اللي قبو سنة كربو ترا قصره على اثنين على مرتين من العام وحيديدي سابر إن مجاز التشبيه ماشي للي ماتو المهم وذلك أكون مشغول من وركيزي عذركلو بقبائه وحاوي يو وحيد هذين قاعدة أصل اليقان بيكو حجود قاعدة مهمك وحيد هذين الصادق المعصوم هذو خبر شيغو خبر كان دعكر عقلا يجب قبوله وتصديقه شريع نبي محمد هو نبي معصومة الصادق المصدوق أنبياء رب العالمين إذا أخبر المعصوم خبرا ولم يستحل وجب تصديقه وقبوله قاعدة مهمة هذه أنبياء يرسل أي شيئان وردعكرا ما كإله قدر ذي سيأود صلى في ردعكرا وحواجبها خبر كأسين لا أقبله لا إيمان سدو نينك كم مرة هذا مسلم بما دولة مستحيل ومستحيل نقنوي شيء مستحيل كما دعي كرا طيب قاعدة أي شيئين إذا أخبر الصادق خبرا خبرا لا يمتنع عقلا ولا يستحيل ذهنا وجب قبوله وتصديقه قاعدة سيئو الشيء وصح لكن قاعدة أصل كلي يكسو جدا محيطة أصل كلي هذا في رصدا أنبياد يرسوش مدعي كرتا إني لي مادان أي أمضوه الشيغان أي الدين أنه قدقان وعقلك ابن آدم كان مستحيل يممنوع كواه مدعي كرتو مدعي كرتا تصالك قابا إن أنبيض الرسول شعي لي ما دون إلى هذان عركنا وهو سيئا بلكنا وهو سريا مدعي كرتا مدعي كرتا مدعي كرتا صوبر إنه عليه الصلاة والسلام هل واحد هل ها ليس نصف الاثنين لابا نسكت هالماء نبي قم يقولوا شيء كرا أما اللابا نسك أفر ماء أفر نسكت ما دعي كرتا أبدا ما دعي كرتا صادرت الأنبياء لا يأتون بالمحالات لا يأتون بمحالات العقول وإنما يأتون بمحارات العقول بالإدارة
أسألك وين الديمات بين قاعدة فرع كتها إذا أصدق إذا أخبر الصادق المحصوم خبرا ليس بمستحيل وجب قبوله وتصديقه أنبيضه ومضوضه حيولي ما دان شيء عقل وأوسن بينين شيء عقل وأوسن بينين أنبيضه لي ما دان وحيكلوا لي ما دان شيء عقل وكوريره عقل وكوريره فرق بقى ودحية عقل ونسن قاري كرين إلا وما منا إلا لو مقام معلوم ويه عقوش ابن آدم وضعيفة سيضعف ويهين ما لان عقل وقوسك قعن تقلين كرين أما أوسن فهم كرين أما أوسن قاري كرين أنبيض ويشيق يانو مد وشيق وهي من أحبار أخبار الغيب ويؤمنون بالغيب ذلك من أنباء الغيب نوحي إليه ما كنت تعلمه أنت ولا قومك فاصبر إن العاقبة للمتقين إذن الأنبياء لا يأتون بالمحالات بالمستحيلات العقلية شيء مستحيل عقلا لم ينادى أنبياء لكن حي لي من كران المستحيل عقلا محاكم إذا هذا يدين شيء عري دولك يسر رأي هل محوية هاي نبي قم يديني كرا هل وحوي وربع اللبو وثلث اللبو أما هل با وحوية هاي ها أما هل با اللبا كوين مديني كرا وذلك كان ماشي فدي وصدح الروح نبي مر أورنايا من إن كان كيلي صدح وي ومحال عقلا الأنبياء لا يأتون بالمحالات بالمستحيلات العقلية وإنما يأتون بالمحارات محارات ما تحير في العقول أي كو ريريس أنا هو مقرن كره أكو ريرين إذن هاسكو خلدنا المحالات العادية مستحيل كعادي كأي مت كعقلية وحنو كهلينا والمستحيل العقلي عقوش ابن آدم وشيء توضا مستحيل كأه أن إعكرين جبي أهم بأنبياء لمي ما دان لكن وح عقلك ابن آدم هو أقبله أما عقلك كوات كارو سنفهم كنا أودسو أي كير تاي بأنبياء لمي ما دان صادرت النبي مركو عليه الصلاة والسلام نار تبا هذا شيء ربك الله هذا شو أشتكوتي دعادنا والله أقبلي شيء عقلك ديدي كرماء عقلك مستحيل أكتيس كما محايا لي أذيك ياكو أبورو كاثل سيد الله نارتنا محايا تاي وأدون أدوما ربي كمدا أمر بيخوش قيسا ربنا الله هذا شو أو يبردو ما مستحيل عقلا با أبدا وشيء دعي كرا لكن عقله من بيننا من أغان كرو إذن شارع علي مد ما تحير فيه العقول قاعدة مركب فرعي إذا أخبر الصادق المعصوم خبرا ليس بمستحيل عقلا وجب قبوله وتصديقه أصل بشرع أو ينبض وحي لي ما دام بكسو جدا ده ولقى إسكا إلى المرك وماشي اللي قافه عقلك إنه كهلا إنه والعقل الصريح عقلك فاسد كأماء عقلك الصريح عقلك بدقبة إفيو وحنكوضنا والعقل السالم من شبهة وشهوة من شبهة مغيرة وشهوة مفسدة هذا إلى يران تابين لغو أبابيه وأن لقاعد أدعيه بلو أبها إيه يدا يمعلن كذي ركض وحقاعد أدعيين سومالي أنك أبغان وحارة وردن إما الحمد وردن واريه بل وقدم بنت دحي استاكتو رواندين تاتكتو يدي كل غريب الباتين
يوانديسكا ترسان إيو سواحيل إيشك إي زامبيا كو عربة ترسانيس وحالو يروح كالسوب بن آدم وصنكو نبلا دونك تشوغا أوغا بي كفر عمين إن تنجر عصاني إنا تنجر عصاني بكل كي سان روماني كي سان بلاران بواؤون رير كو يكل قوت ما أقول دعي عقلي قاد شبه شبه مغيرة كل عظيم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه وفي رواية أو يمجسانه وفي رواية أو يشركانه مشرك أيها كاردك هاي مشرك لما يركب مركو أركا أبيه تكون أيها فرطة لقاتشن هاي وأنا أذكر إذن شيء كي يروح أركا يساكو هاي أبيه بكو أركا وأتو كذا سادوسو كعبا دور كأبيه مركو دقاقب قبر الشيخي بالقل هاي وعريس قاداني وكو قلم قلم يسان وإلمد الدوغ هاي سادوسو كعبا وشو أصنب بالله هاي نينك هوشا دياي هذا بوب كل في بحري ولا بدري فطرة دي سبا لغو تنتو لغو عياري عقلي انه كهلين وعقل الصريح مركا نمي قلبتك كسو كاتشي اما الروش كسو كاتشي وابليس اباهي هدو كولي ما هذا مش معقول هذا حتى مش معقول ما لك القادد عقلي انه كهلين عقل فيوب انه كهلين لكن ميت كذا أنا يهرب كذا بيو كذا أنصدين آخر ربنا، فمشكلة. ميت هذا برفسور وصماله ده آدم ده جيسيتو عن مغلي ماله ودله لا يسودر هذا الكيس أكوها يا شرعة سودك تكون أفر بقول الصنا كهر. كم مرة قم يكرر إنه قام كثر شنو حن يسكو حكم الله. برفسور هبل بيقولي أنت إن ما شف ولا دعوة هذا الكش كذا إنك أنا وقال ياي قالتي. عشت سوي سنة الله سعودا نينك إنه قال يا تتكش كذا دين إسلام هذا شيء أنا إنسان محاتي وحاتي ندين كأي قانة حبي دين شيء ما هي مركب وحبي أنا خصي مشغول إني إسكا إلالية عقلي قد إلتي من كيوي ويا قانة سومالي ضد مكاد حو حاجة سكو قبطان هبلو هداي مركان كلتجي إني مسكح ذا وح وركا ورا هين بتشيجيز مركا وحجارن صماعي اللي جسوب بدلي وريا من نمن كريه بالبحر وشاه كوش بقلبت واسد وحد قال ليس فهمها يا مسكح ذا يرتها دي اللي قوها شو اللي وريريه ومشكله ضعيف أشبهه خطافات والعقول والقلوب ضعيفة من السلف ورجري قلبي واسك ضعيف شو هذا نوي كضفي نين خوف على بالسيد جيدين ربك الله قتابه اسك الى الله شايدا مركا علمداسي واوين كل ود اشعر ما كان شيغ كل ود واشعر هادو وحان كاهين لبا وداد ابن عبد البر يتربشتي نك اسك لها شرح مشكات المصابيح طيب قرطبي نووي نك لا يدهد ايش من منير حفن حجر كل ود باشعر لو تيري على كلام في الحافظ على كلام في الحافظ في مرن باسو كجر وداد كاسو مخاي يلي خصائص الاشاعره كواي ارغا خصائص الاشاعره كواي خصائص الاشاعره وصدح مساله اسك الى العامض ان يكون تو الف كدوبر وحان تاد كتاغري اشاعره ناي هبل واشعري هبل واشعري غورما روح اشعري النقضاء مركا لغا هيلو صدح مساله صدح مساله صدح لما استله الدين لجوا يو نكو أشعري ما هذو دون صفات كه أوله وتأويل كه قبو ووحي أشعري رسم ما يصور لم بها سما يو كله محي لي بدع ذن كله بدعوين كه كله إيه أشعري لجوا إيه ذيو طوائف كلا اللقبة معزلة اللقبة تو الجهمية اللقبة تو ما تريدية اللقبة تو ضد بلم باللقبة أركو محو فرقية ضعيفة كل نقضاء غير كي كقص عما الله الصومالي بات الريب اللي هو طاي الريب اللي محطون نقطة الصومالي لو قدوناتي والريب اللي كانوا قدونات نسب جونة الله ذا أنت نواك رقاق إنه مل مل بكون فنا يا باش مركورة ما وصعنا إن صفات كلا أوله أو لما من شحابي وحياف ربنا وحلا خربه أشاعره ومضبضان وأهل قبلة شيكتا لقبه
لكن صدح مسألو يقول لي هنا ننك لك الأورنية وأشعري صمد هذه لغة وينا أشعري ما تلمان تكوبات وإثبات الكلام النفسي إثبات الكلام النفسي إلا إذا كلام كان ويرد يحروف تي صوت كله ومخلوق كلام كان نفسي أنا ومعنى قائم بالذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوق أو قديم ألا يداده ومن خصائص الأشعرية ومد أقدرا خصيصة الله بعد يقول لي ليه وحوي رؤية الله سبحانه وتعالى إلا صقه من دون جهة ولا مقابلة الشاعر وحي لإله سبحانه وتعالى آخره والله أركي سدي أهل سنه وقبان والله أركي يا. لكن أذيك أضونك إلهي أركي إيغي جهة كاتر مجرد إسقابل ما يسار بمعنى حق أنا كيغي ميسد حق أنا كيغي ميسد حق أنا كيغي ميسد كورنا كيغي ميسد هوسنو إيغي ميسد حق أنا إيغي ميسد معنى ذوا محمرك محمد أرك هدي وهذا أركت المجرد شيء قد أركيسه وحاد الفطرة العقلية الضرورية ومعي شيء قد اللي قوسه دوية رب لغسي بحاد أركيسه هدي آدو كاقفك يعني حبا أركي ميزد شيء قد أركي الرائق وحركه هاي إيا مرئي قد أركه هاي وإن جهاء كاتشر هدي جهاء دي دو حمال أرك وذات باتري وحبل بن أركي حقيقة أركت نيوم أنا أركي وأنا أقعي وأنا مكاسور شيء ذي من سميدك بوكاجة بدح بوكاجة كرب بوكا ما وأنا أركي لكن إن ده يكون مقوانين مصعون إيسا إثبات الكلام النفسي وخصيصة كوباد إليهن كوباد إلي طلباتنا إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى من غير جهة ولا مقابلة مدى صدح ذو حوي إثبات الكسب الكسب الأشعري مما يقال ولا حقيقة عنده وحاول أحوال هاشم وكسب الأشعري وحال يدا وطفرة النظام نظام المعتزلين يدا وحجري شيء كان هل كان بكر دقاقي هل كان بكر دقاقي وحونا تجكره هل كاس أسوأ أنت نحلا عن سيمرين ضفرت النظام بودو مثل بودو أكله شيء هل كان بكر دقاقي وحتجي هل كاس أسوأ من أنت ولا حيس لقنا عن كمرين هودن عن مرين شيء يقولون لكم مره يقولون ماشي هود مر محاود حي أما هوس حلو أصلاً هوس نحولين هو أنا آن مرين لو كان آن حارين بو هل كان نتي كدقاق هل كان نتي كرا مركو حبوب إيدادين ومما يقال ولا حقيقة عنده وحلا يشيقوا لكن آن شرين ما جرت ضفرة النظام من داسوه وكسب الأشعري أبو الحسن الأشعري بن إسماعيل ابن بشر رحمة الله تعالى عليه وحاوي كسب جيس ولا فهمه واي لمن جهميل إذا جبريل يعدهن أضونكو فلكن أوصمين صلاة صونك وحن أفعال أما معاسية أما خير ورنبا أضونكو شغلكم لها أصوكم ما الزمين إلهي باسمي قل أكان قطوان قب البلي أو ما ضن قب البلين وإنك يأدي لي ماذا أنت لأضوه إلهي بدلي الله قبل بلي وحدهن العبد ومجبر أو مجبور في صورة مختار قيل دبي قيل قيل دبي الكل عضي ما كيل دبي شو وضع معصمية أصدقوا إن الروحان هي المودة قيل كبار الروحان هي الليضة لكن والله وضع يا وضع دبي البر روحيس أدونك وافر صلاو ورق دقاقة وحوحية وحيس بوضية إنه أصوك فلك السماء لكن حقيقة حويدين الله سمعيني أدونك فلك وكو قسمي
أدونكم مختار معها وحمد دورني وقسميه وأنندر قسم وورك جهمية ذوي أهل السنة محيط أصحاب الحديث أدونكم مختار أصقع شقي سنية أصقع صمينية إلهي قضي قدر بوليه هاي دواعد يا صواري وحيابها صوارفت أنا يا لطف الله يقنا ما الله المانا وحوي الله الله أبوره لكن أفعاشا أدونكم أصقع الصمين والله إيماني وأنا مختار ما قصبنه أبو الحسن الأشعري وحور وحانجي له إياه قالوا حديثنا راعي ما أيه جبرية جهميان وركي ذي مر ما أيه لكن حال لي هاي أدونكم ليس مجبرا ولا مختارا وإنما هو كاسب لأفعاله كاسب لأفعاله ما يصدق الشرع كاسب أي فاعل أظنكم مختار معها أو حي أصدقوا سيخ حرية أو ملحبنا أو مصمين أيه ما نقصبنا سيدي جهمية دي لكن محان لها كاسب شقي استوي كاسب وحال ورا كاسب كاسب انت قد يسوى ذا والله كبركيه قدر ذا أظنكم مكلف كي حديث كقدر ديسو يا أوديسو وحصامين أما كل ذا فعل كيس ما يويلي معنى ذا ورقة معي واجبني فالكن أنو أن سميني أود إله إجري قدرة ديده وحر هذا ما كل ذا يفلك يفعش أن سميني القدرة الحادثة هل لها أثر في المقدور بل إذا ما يجري وح وحصامين يورن بوا القدرة القديمة إله أولي يعني إذا معنى ذم حون نقضي جوج مش هذا جوج أقام أياما يعمل رويته فشبه الماء بعد الجهد بالماء دوركوي ما المو كفك رويز دورد كتب حين قوت بيو وانبيو أقام أياما يعمل الرويته فشبه الماء بعد الجهد بالماء إذن كسب الأشعري إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى من غير جهة ولا مقابلة الكلام النفسي هذه خصائص الأشعرية صدح الآن مسأله ننك أن لقيه للأشعري معها هذا يدون أيها حكم محاب السدين سيدة تجدين السبكي إيه وما لها كتبتي تقول شيء هو خطأ لأن للطوائف خصائص معتزل هل خصيصي ليهين هل شيء بكو قونا ويحكى لو اللو ذاك معي المنزلة بين المنزلتين المنزلة بين المنزلتين كرامي هل أستان صمد يقول كويهين بيليهين إنك لقيه لو نقوني كرامي معي تاي الإيمان قول بالاعتقاد اسكو اوغادا خصائص توين اوغاتان اديكا واغورا الامام النووي وان كمر مجر انو يهي اشعري لانه خصائص اساسا كواي واغي دم الله با كميدو كو ارك كان مسلم داخلنا يم ان ودي بان لبدي سو مري تي صدحات ما لود بان كو ارك كسب الاشعري اثبات رؤيه الله بلا جهه ولا مقابله هي إثبات كلام النفسي أشعر وينو مركا صدح لأنك لقيها لو أكوسم لكن أما حافن حجر هل ميرو كسوغا هيو وكتب بنينا هيو رؤية الله بلا مقابلة ولا جهة أما كسب الأشعر ما أرك هذا لكن احتماله إثبات كلام النفسي ورده نو كتير كتاب كيسا في الحبارقة حقير مركا دمرها هي باب كان كويس تاعي هل كان وحكب حي هذا الكأها هذا الكأها وذا دها قصوها الله إلهي يا نار تشتكدو ذا كفسر حقيقة وأشاعره يورك وكب حي هذا الكل قصو يقرع عين لكن وذ كف أي زان أذن وحيد يلنا إذا نبي ماي متى مسمى مسائل كمش كجرة إشكالات إشكال بكرة كجرة إشكال كلا بعض وحوي مسألة مهمة وحال يجري نارتو قبو مكين نفسه قبو درم باكي مادة أيضنا ميل قبو أو الزمهريدة إلى ذاهي حال قولي سيسو كينيسا ونار يضب إيو قبو إيو برف حال كيف جوابي سان إشكال كيف جوابا
أنا عندها يقول سو تاجري. ياسين حلي والقدر الربانية. قدر الربانية عقل قدر تان كاروا. حلي اسمها واجو وردت بيكو أكل لكاد دخو ما أتكو. برفكم حاطة ليا فريجيرها كبحسن إنسان يم يو تلاجوينك. ما حد لنا يد برف قص ضب ضب بعد لنا هي تذكر واقع الرمي يعني واقع أنه وحنا أن السوق قاعدين محل ضب يكو أتكيد لك هذا محل أركي نار طبعة ولا لنا يسقبو إيوه هم ربع سيد دينيس وحاك لو كوف في أجر هذا نار تو طبقات طبقة قبو بأشيري كرت طبقة قبو هل بيانو أما أنت طبقيت قيب كم يضرب برفك والله قلت له الزمهريرة قرآن كنا شيء نبي كنا شيء بشر إذن ما مستحيل عقلا با شيء طبعا إنه قبول إسكوب بدله ما يا مستحيل عقلا ما ومستحيل عادة وحنو كهلين على المستحيل العقلي بهاي ما هين المستحيل العادي روح ابن آدم كأنه الدول أسوان قرباب الله قل ركب من أوسك بيبه سيق الليدي عقله مديدة يا مديدة ويدعي كرتا شمرت هو يدو شاي أدو محايدين دحي وأدو لكرتا لكن عادة أهم بالمستحيل تكلا فهمة المستحيل عادة والمستحيل عقل أسكو خلدنا عقله وحوس كسو هذا اسكت جيف بس هو انت الدور شو ادبرتا كب حوسين نبي محمد عرشي قام اسكت تقطع اكتيس عقله قال سو حدود ملا وحيس وحدونه اسكت صورنا اياه خيالات كيس وح مستحيل الدور يده ان الدور شو ومستحيل عادة اماها مستحيل عقلا ما اسكو خلدنا هو شيء هذا ميلا لقوس ادبرتا دانو جنبري ماي المهم شيء قد ضبك النار تعينه النقضه إنه قبو سيدا شيء مستحيل عقلا ما هو شيء جائز عقلا شرعنا كور رنتي ما جاز عقلا وأخبر به الصادق وجب قبوله وتصدقه قاعد رنقوس شيء وضب ذلك تسداس ما جاز عقلا ولم يستحل وأخبر به الصادق المصدوق هي وجب قبوله وتصدقه عقلا بانك هذا أنا كما هالدين عادة نوشين أدفانتين بيلتها المهم مسألة أن أيضا إن دورك الله قبوتي ومسألة اتفاق عند أهل الحديث والفقهاء إن يبنى أنت هاي وحال اسكو خلاف مصنة مسوى الرخصة مسوى واجب تواك سوى تقني دوركم من لو ذاك أن معلمها كلي جمعة إني لو ذاك هو مسألة راجع حيث الدليل جماعة من الشافعية أنا كنت أكتب بعد أهل الحديث ظهر إيو جمعة وايس كميت هذيك رحلة كلها جمعة الدبا لوديك كرابي إذا هذي لابد دليل بين الدليل شذا مدة كوبات حديث واحد قصه مرتين فأبردوا بالصلاة مفرد كمعرف كأنا يعم مفرد كمعرف كأنا يعم بالصلاة صلاة بلا يدور وحبل لكم قيدين دور كالروايات كالشيقين والتنسيس بالذكر ببعض أفراد العام شيء عام كأفراد سقيبا كمذو عرف كل قد شيء وي تخصيص ماءها جمعة مركز الظهر كي لم يتعلى الراجح أما جمهور طوحيليه ظهر إيه جمعة سكمد ماءها سنة وحاول إن جمع الله شرما الله الله كله الله دب الله ما ديكره أما ما لهم كعقب بدامها كل الله ذو لكن الراجع هو من حيث الدليل الجمعة وكالظهر في سنة الإبراد هو يسكون مات إن شاء الله وحيسو هري عصرك عصرك ورمى قياسا على الجمعة والظهر وبنايا سنة دب الله هذا قرح هذا كل شيء ولا قبوا شنكره لكن لقرسين ما هيو قرح لنا عور ريالته وحاكو صار مغرب إيه الصبح مغرب إيه الصبح إن لقبو تيو دب اللورد لأجل كوي درتي أما قبو زائدة درتي وح عالم وقبا ما أرك قول أن علماء أورنين في الفقهيات يا صحابية تابعين يا أتباع التابعين يا سلف منا أن لقاهن يا خلف أنه نقول لقاقمين محايسوا رعشها عشوها دو قبوز درنجرة أما أو كليل درنجرة أصلا إن دي بلورد كروا رواية عن أحمد وجماعة من الحديث بقول تجاي واي برنان طاي اللي نحرق وين زومر هدي هبين بواي مادة هدي مر عشها دي بلورد يرد وافر سعلا قارو هبين كيرنا في سنة يقبو إيمانه يدي بلورد كنكرة هدو بكاس يدرينا وين تدشيننا
وحكوس ورا مركن مغرب هي الصبح وحي وحي دبا لوديكا اما لبرد او لحر ما ارق وعلى الله وحا دعي كرتا ساس وحا دب لودي قرحا سو بودي مغرب دب لودي انا عورت بابي با لكن عصر وقت سوا ديري هاي ظهورنا وا ديري وا زايد عشان وركي بجوجو الى لح صحابي النبو انو جري تضب صحابي النبو ساس يا وقت تغن بلا علم وقت تغن ايغا ان غفق بدل ماش ان وحا كلو كدير حديد كما سلام مهم جدا او ان نار تو اي جهنم اي مخلوقات اي مخلوقات هاي حدنا اي جرتو وانا مذهب جمهور اهل العلم من اهل البدع واهل السنه طائفه قليله واهل ومعتزله ايها وشاسي خلافته يدوا لا ابور دون هذا ما جرتو حديثنا تيب عدينيا وحا كلو كجيره هدان دهانو ابرادكو وا رخصو نيكو دونو وقالان كرا نيكو دونو وكتغي كراو هدي لدا وا سننا ددكو دم بي اوتالاو رخصة معناها وحا وي نينكي يدا نينكاي دباتدا هيسون با لو رخصي نينكاي سن هينين لو ما رخصينين لكن سنة ما كاتيدادو ددكو دم بي اوتالاو قعيدا ان سو مريا ما وبيح للحاجه العامه لم يعتبر فيه حقيقه الحاجه الا منيسا إن هذا مسألة كوجرة مسألة دي بدنا نكون مرمون واسكجة تجينا وإليهن حل جان كلول نار طع النفسنا يسوع إن صلاه لو عرره وإله إلا بريو طبك اللي صلاة اسكجة قبوجية بأهيدة ما حس هذا دي بلوجود يعني ما بشكل كاكين ما حد كذا جواب يسأل هبين دم أيدك سوقي والله سبحانه وتعالى عالم.